حصتها للمعدل 9.10 وفرحت والدي اللي سهر على جالي والأستاذة عباسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راني فرحان بزاف كي كرمونا في المدرسة تاعنا وراني فرحان بزاف كي تحصلت على المعدل 9.80. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في حفلة تكريم من نهاية تعليم الابتدائي الثانوي وأنا سعيدة جدا لأنني حصلت على نتيجة 8.70. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت السلام. لأنني تحصلت على النتيجة كانت حفلة مليحة وكانت زوزة مليحة وكانت كانت مرائعة كرمونا أساتذة بجوائز كرمونا إن شاء الله نقبل عام الجاي. في شهادة التعليم الابتدائي أتمنى حظا موفقا الذين سيجتازوا مرحلة التعليم الابتدائي حظا موفقا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسرني أن أشارك تلاميذ وأسرة محمد الكبير هذا النجاح الباهر والذي وصل إلى نسبة 96%. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نحتفل في هذا اليوم بنجاح أبنائنا التلاميذ تلاميذ مدرسة محمد الكبير برويضة، حققت نسبة نجاح 96%. الشكر موصول إلى كل المؤثرين، إلى السادة الأساتذة، إلى السيدة المفتشة، إلى الأولياء الذين حضروا هذا الحفل وساهموا فيه، إلى جمعية نسمة التي أفرحت تلاميذنا، إلى ممثل أيضا من وزارة الثقافة الذي نشط أيضا هذا الحفل المبارك، إلى كل من ساهم من بعيد أو قريب في تحضير الجوائز.